السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا وأهلا بكم إخواني في هذا الفيديو الجديد. نتحدث فيه عن الجرر الوهمية. تكلمنا عن جرر الفخار الوهمية التي تكون إخواني دليلا على وجود شيء أكبر وأثمن، وخاصة إذا دخلت مدفن مثلا. يعني هل معقول هذا المدفن الغني مثلا كله على جرة فاضية فيها رمل أو فيها تراب؟ لا، هذا يكون إخواني دلالة على أنه في محتوى جرر، وهذه الجرر تكون في مكان سري، مكان غامض، يجب أن تنتبه وتبحث عنه وتكتشفه، ليس فقط هذه الجرة. الله، في ناس كثيرا ما حصلت مع أناس كثر أخرجوا جرة وجدوا فيها، قالوا عنها أنها تبر، قالوا عنها أنه في بداخلها تراب ناعم، المهم اكتفوا بها وتركوا المكان. وفيما بعد أتى أناس وبحثوا بشكل علمي وعملي بشكل صحيح ودقيق حتى اكتشفوا هذه الجرى. فهذه جرى هامة جدا، موضوع الجرى الفخارية إخواني الكرام، يجب أن تنتبه لها، يجب أن تبحث عنها، مو خاصة أقول حسب طبيعة المكان الذي تبحث عنه، ليس إذا كان محتوى هناك مكان مقابر، هناك بئر مدفني، هناك غرفة مدفنية، فيشك أن تكون جرة فقط فيها تراب، فهناك عدة، إذن قد يكون محتويات موجودة، فعليك البحث والتدقيق حتى تصل إلى مكان الجرر الحقيقي أو مكان هذا الدفين الحقيقي ليس الوهمي. تحياتنا لكم، لا تنسوا دعم هذا الفيديو باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، دمتم بخير، رعاية الله وحفظه. إخواننا الأعزاء، من أحب الانتساب إلى القناة من أجل الحصول على معلومات حصرية وفردية ومباشرة، حياكم الله، أهلا بكم.